طلبة الأعزاء، طلبة الفصل السادس قانون عام كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين شقة الدار البيضاء، معكم الأستاذة كيجي حسنة أستاذة قانون البيئة. أتمنى أن تكونوا بألف خير. إذا بعد أن أنهينا الشق الأول المتعلق بالتأثير القانوني للبيئة على المستوى الدولي، سأقدم لكم بعض التوضيحات بخصوص التأثير القانوني للبيئة على المستوى الوطني. ففي البداية لابد أن نطرح مجموعة من التساؤلات المتعلقة بالأساس بطبيعة المشاكل البيئية الموجودة في المغرب. وهل هناك مشاكل بيئية حقيقية في المغرب؟ إذا كان الجواب نعم، فهل مشاكل المدن هي ذاتها في هوامش المدن وهي ذاتها في القرى؟ وأيضا ما هي الإجراءات المؤسساتية وكذلك ما هي السياسات العمومية التي نهجها المغرب من أجل حماية وتدبير البيئة؟ وكذلك ما هي القوانين التي اعتمدتها المملكة المغربية على هذا المستوى؟ أي هل هناك قوانين بيئية في المغرب؟ إذن سنبدأ أولا بتشخيص الوضع البيئي في المغرب. بطبيعة الحال لم يشد الاتجاه المغربي عن المفهوم العام للبيئة والمستقى من الصراع القائم بين الإنسان والبيئة، باعتبار أن الإنسان هو الذي يهدد هذه البيئة بطبيعة الحال بما يدخل عليها من تعديلات لا تراعي النظام البيئي. إذن والنتيجة بطبيعة الحال هي ظهور الكثير من التدهورات البيئية. وفي المغرب نجد هناك مشاكل على مستوى المدن. بطبيعة الحال هناك مشاكل التلوث بكل أنواعه. حينما نتحدث عن التلوث فهناك التلوث الذي الجوي، التلوث بطبيعة الحال بفعل النفايات، النفايات بشتى أنواعها، سواء النفايات المنزلية أو النفايات الصناعية أو النفايات الطبية والصيدلية. أيضا هناك التلوث الهوائي بطبيعة الحال الناتج هو أيضا عن النفايات بمختلف أنواعها، عن التلوث بكل أنواعه. كذلك هناك التلوث الضوضائي بطبيعة الحال، التلوث الضوضائي الذي له الكثير من الآثار السلبية على الصحة البدنية وكذلك الصحة النفسية للإنسان. إذن هناك كما أشرت العديد من المشاكل البيئية على مستوى المدن. هناك الازدحام، هناك أيضا نقص المساحات الخضراء، بالإضافة إلى تشوه أو تشويه المجال العمراني بفعل التصاميم التي لم تراعى فيها الأبعاد البيئية. كذلك هذا فيما يتعلق بالبيئة المشيدة. وأيضا بالنسبة للبيئة الثقافية والحضارية أيضا تعاني من مشاكل كثيرة، خاصة ما يتعلق بالمدن العتيقة التي تعاني الكثير من التدهور. إذا في المدن نحن نعرف على أن التمدن في المغرب لم يكن نتيجة لتطور اقتصادي واجتماعي على غرار باقي الدول المتقدمة، وإنما التمدن في المغرب جاء نتيجة للانفتاح القسري على الرأسمالية. ما معناه؟ معناه على أن المغرب كان يعتمد قبل دخول الاستعمار على مجموعة من الحرف
البسيطة التقليدية كان يعتمد على زرع أيضا وفلاحة تقليدية أيضا، كان يعتمد أيضا على صناعات تقليدية، ولكن حينما دخل المستعمر أدخل معه بطبيعة الحال الكثير من التقنيات الحديثة، مما أدى إلى تكسير شوكة هذا الاقتصاد الوطني الذي كان في أغلبه موجها للداخل. ولكن المستعمر بطبيعة الحال سيحاول الاستفادة من المنافذ البحرية، وبالنتيجة ستزداد هجرة، هجرة السكان بطبيعة الحال الذين لم تستطع حرفهم وكذلك أنشطتهم الصمود أمام الأنشطة المتقدمة وأمام التطور الهائل الذي جاء به المستعمر. بطبيعة الحال توالت الهجرات، لماذا؟ لأن أغلب الأنشطة التي اعتمدها المستعمر تركزت في الشريط الساحلي الممتد من القنيطرة إلى الجديدة، أزيد من 65% من أنشطة الخدمات والتجارة والصناعة إلى غير ذلك، والبناء كلها تركزت في هذا الشريط الساحلي كما أشرت الممتد من القنيطرة إلى الجديدة. إذن النتيجة هي توالي الهجرات. بطبيعة الحال هذه الهجرة كانت بالضرورة ستشكل عبئا ثقيلا على هذه المدن بين مزدوجتين، يعني الموجودة في هذا الشريط الساحلي. فبطبيعة الحال هؤلاء المهاجرون هم في حاجة إلى سكن يأويهم. إذا المعايير المعتمدة في هذا السكن لم تراعي المعطيات البيئية، ولهذا نجد شوارع وأزقة ضيقة، نجد كذلك نقص المساحات الخضراء، نجد في كثير من الأحيان انعدام يعني أو ضعف يعني البنية التحتية فيما يتعلق بالصرف الصحي. إذا كل هذا جعل مدننا تختنق بطبيعة الحال، بالإضافة إلى السياسات العمومية التي تم اتباعها أو تم اعتمادها في اللاحق من السنوات، والتي شكلت ضغطا كبيرا جدا على هذه المدن بطبيعة الحال كما أشرت، بالإضافة إلى عدم اعتماد يعني شرط احترام معايير البيئية في مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتعمير. إذا الآن لدينا مشاكل كما أشرت على مستوى المدن، أيضا بالنسبة لهوامش المدن. هوامش المدن أيضا تعاني من نقص التجهيزات الأساسية، تعاني من الكثير من الشروط الأساسية للعيش الكريم والرفيه الذي نص عليه المبدأ الأول من تقرير ستوكهولم، وكذلك المبدأ الأول من تقرير ريو. إذا هناك كما أشرت نقص الكثير من التجهيزات الأساسية، وأحيانا حتى الماء يعني الصالح للشرب يعني تفتقد إليه ساكنة المناطق يعني الهوامش المدن الكبرى. بطبيعة الحال بالإضافة إلى تدبير النفايات على هذا المستوى، أي على مستوى الهوامش المدن، إذا كما قلت هناك مشاكل دافع إلى مشاكل الصرف الصحي بالدرجة الأولى. إذا هناك مشاكل أيضا كما أشرت بالنسبة لهوامش المدن، بالإضافة بطبيعة الحال إلى القرى التي تعاني أيضا من مشاكل بيئية حقيقية. هناك ضغط كبير جدا على الموارد بطبيعة الحال، هنا الموارد الطبيعية، هناك أيضا نقص تجهيزات، دائما نتحدث عن نقص التجهيزات الأساسية. إذا هناك أيضا هناك حينما أتحدث عن الضغط على الموارد بطبيعة الحال، الغابات، قطع الأشجار، وكذلك الأمر بالنسبة للوديان التي يعني تعاني من التلوث. إذا كذلك
حينما نتحدث عن هذه المشاكل والتحديات لا ننسى قضية مهمة جدا، وهي المتعلقة بمشكل الماء. الماء بطبيعة الحال المغرب يعاني من مشكل الماء، سواء على مستوى الوفرة أو على مستوى الجودة. إذا بطبيعة الحال هناك الخلاصة هي أننا نعيش مشاكل بيئية حقيقية بالنسبة للمغرب، ولا أدل على ذلك من ارتفاع بطبيعة الحال النسب يعني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل على مستوى الجهاز التنفسي، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى كالدار البيضاء. بطبيعة الحال هذا الأمر يمس شريحة مهمة جدا من ساكنة المدن يعني الكبيرة بالدرجة الأولى، وخاصة منهم الأطفال دون الثامنة 10. بطبيعة الحال حينما أتحدث عن أطفال اليوم فهم شباب الغد، وهم الذين يعول عليهم في رفع يعني قطرة التنمية. جيد، إذا الآن بعد أن قمنا بتسليط الضوء على بعض، لا أقول بعض فقط، المشاكل البيئية وهي يعني كثيرة جدا ومتعددة، فالآن هل ثمة إجراءات تم القيام بها من أجل حماية وتدبير البيئة؟ لأن حينما نتحدث عن البيئة نحن لا نتحدث عن الحماية فقط، ولكن نتحدث عن الحماية وعن التدبير. ما معنى الحماية والتدبير؟ معناه على أننا نقوم بحماية ما هو موجود وكذلك تدبيره، أي حسن تدبير هذه جوانب أخرى في هذه البيئة. بالفعل بطبيعة الحال المغرب كغيره من دول العالم الثالث بدأ الاهتمام بالبيئة مباشرة بعد مؤتمر ستوكهولم لعام 1972، إذ مباشرة بعد هذا التاريخ وفي نفس السنة أي 1972 سيتم إحداث أول جهاز حكومي مكلف بمهمة المحافظة على البيئة داخل وزارة السكنة والتعمير والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية. إذا لاحظوا معي على أن المغرب يعني كان من الدول السباقة لإدماج بطبيعة الحال هذا البعد البيئي ضمن إطاره المؤسساتي. بطبيعة الحال توالت بعد ذلك يعني مجموعة من الإجراءات بهدف يعني النهوض بالبيئة على المستوى المؤسساتي، بحيث أنه بعد ذلك في سنة 1977 أصبحت البيئة قسما تابعا لوزارة السكنة وإعداد التراب الوطني، ثم فيما بعد تم إلحاق قسم البيئة بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعماري وإعداد التراب الوطني بوزارة الداخلية. بطبيعة الحال من هنا أصبح من اختصاص هذه المديرية التنسيق الحكومي في الميدان البيئي. إلا أنه كما لاحظنا يعني في 72 كان لدينا جهاز حكومي مكلف بمهمة المحافظة على البيئة، لاحظوا معي تابع لوزارة السكنة كما قلنا والتعمير والسياحة والمحافظة على البيئة الطبيعية، ولكن فيما بعد أصبحت كما أشرت البيئة قسما تابعا لوزارة السكنة وإعداد التراب الوطني، ثم ألحقت فيما بعد كقسم بالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني. إذا وفي مرحلة أخرى أي بعد هذا التاريخ في سنة 92 ستحدث سلطة حكومية مكلفة بالبيئة في شكل نيابة كتابة الدولة لدى وزارة الداخلية. إذا إذا لاحظتم ففي نظرا للطابع الأفقي للبيئة على أساس أنها تدخل في الكثير في يعني في الاهتمام الكثير من الأجهزة الحكومية، فثارة نجد على أنها يعني جهاز تابع لوزارة السكنة والتعمير والسياحة، وفي مرحلة أخرى نجدها تابع لوزارة السكنة وإعداد التراب الوطني، وفي مرحلة ثالثة نجدها تابع لوزارة الداخلية. إذا كان هناك نوع بطبيعة الحال حتى إلى حدود الآن فهناك نوع من التذبذب
بطبيعة الحال، لأنه في السنوات الأخيرة فأصبحت البيئة تدرج ضمن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وإذا هنا هذا التذبذب بطبيعة الحال يجب أن يتم الحسم فيه، بحيث أننا في المغرب لا نعرف يعني إحداث وزارة للبيئة سوى مرة واحدة، ودامت سنتين فقط، من فبراير 1995 إلى غشت 1997، بحيث أنه في غشت 97 تحولت الوزارة إلى كتابة للدولة مرة أخرى، أي تم تقهقرت يعني هاد الوضع البيئة على المستوى المؤسساتي، بحيث أنه انتقلنا من وزارة قائمة بذاتها التي هي وزارة البيئة عام 1995 إلى يعني هذه الوزارة تحولت إلى كتابة للدولة ملحقة بوزارة الفلاحة والتجهيز والبيئة. بطبيعة الحال حتى حينما تم إدراجها ضمن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فنحن كما سبق أن شرحنا ذلك سابقا، فالبيئة كما اعتمدها حتى المشرع المغربي في القانون 0311 وكذلك في قانون 0312 المتعلق بدراسة التأثير، و0311 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، فاعتمد البيئة بمفهومها الشامل، أي مجموعة من العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة البشرية وتساعد على تطورها. جيد، إذا المشرع هنا اعتمد الصيغة العامة لتعريف البيئة، ولكننا نفاجأ على المستوى المؤسساتي خاصة على المستوى الحكومي بأنها تدرج ضمن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في حين أن البيئة تشمل الطاقة وتشمل المعادن وتشمل الماء. إذا البيئة هي الكل، وهذه الطاقة والمعادن والماء هي جزء من البيئة، هي جزء من البيئة الطبيعية، لأن المشرع كما رأينا في التعريف الذي أعطيته لكم الآن اعتمد التعريف العام والشامل الذي سبق أن تطرقنا إليه في لقاءاتنا المباشرة، على أساس أن البيئة تشمل 3 مستويات: البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة والبيئة الثقافية والحضارية. إذا لم تتم مراعاة هذه المسألة، بحيث أنه حينما نقول وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة مثلا، إذا أصبح الكل يتبع للجزء، في حين أنه كان الأولى أن تسمى وزارة للبيئة، ثم تكون هناك كتابة الدولة مثلا في الطاقة، كتابة الدولة مثلا في المعادن أو في الماء. إذا وحتى أننا كنا نس أن يعني ننتظر بعد أن استضاف المغرب الدورة 22 لقمة الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية المعروفة بكوب 22 في نوفمبر عام 2016 بمراكش، كنا ننتظر بعدها أن يعني تكون لدينا وزارة قائمة بذاتها وهي وزارة البيئة، ولكننا فوجئنا على أنه في تم كان هناك نوع من التراجع، بحيث أنه أصبحنا أمام وزارة يعني كتابة الدولة في التنمية المستدامة. ونحن كما سبق أن شرحنا التنمية المستدامة، فقلنا على أن هي مقاربة يعني تهدف إلى ضرورة إدماج البعد البيئي والاجتماعي إلى جانب البعد الاقتصادي الذي هو الأساس بطبيعة الحال، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة. إذا فتم تغييب مصطلح مفهوم البيئة، مصطلح البيئة، واعتماد مصطلح التنمية المستدامة لتحل محل هذه مفردات التنمية المستدامة. بطبيعة الحال هو الذي يضم كما أشرت يعني جانب البعد البيئي إلى جانب أبعاد أخرى اجتماعية واقتصادية. إذا في اعتقادنا على أنه آن الأوان لتكون لدينا وزارة قائمة بذاتها، وزارة للبيئة، خاصة وأن المغرب يعتمد إلى جانب هاد المؤسسات التي تحدثت عنها الآن، مجموعة من المؤسسات الأخرى: المجلس الأعلى للمناخ، المجلس الأعلى للماء، وكذلك على المستويات الجهوية، المجالس الجهوية للبيئة.
إلى غير ذلك، بالإضافة إلى المصالح الخارجية للوزارات، بحيث أن البيئة نظرا كما أشرت نظرا للطبيعة الأفقية فهي تدخل في اختصاص العديد من القطاعات الوزارية، بالإضافة بطبيعة الحال إلى المجهودات الكبيرة بطبيعة الحال التي تم القيام بها على مستوى السياسات العمومية. حينما نتحدث عن السياسة المائية مثلا، فالمغرب كان رائدا منذ عهد الراحل الحسن الثاني في نهج السياسة المائية، تعتبر يعني نموذجا على المستوى الدولي من خلال سياسة السدود. كذلك لدينا اليوم يعني مجموعة من البرامج، سواء منها ما يتعلق بالمخطط المغرب الأخضر، كل ما يتعلق بالاستراتيجيات المتعلقة بتدبير النفايات، وكذلك المشروع الرائد اليوم هو مشروع الطاقات المتجددة الذي يدخل في إطار ما يسمى اليوم بالاقتصاد الأخضر. إذن هناك مجموعة كبيرة جدا، وهناك مجموعة من السياسات العمومية حتى بالنسبة للمدن العتيقة، هناك سياسات عمومية مهمة جدا على هذا المستوى. إذن بالإضافة بطبيعة الحال لمجموعة من القوانين التي تم اعتمادها في المغرب بطبيعة الحال، والتي سأتحدث عنها الآن. إذن من خلال طرح التساؤل التالي: هل لدينا قوانين في المغرب؟ إذا كانت لدينا قوانين في المغرب، فما هي طبيعة هذه القوانين؟ بطبيعة الحال أتحدث عن القوانين التي تهتم بالبيئة. كذلك ما هي مضامين أو أهم مضامين هذه القوانين؟ وبالتالي ما هي الإشكالات التي تطرحها هذه المطروحة أمام هذه القوانين على مستوى التنزيل أو على مستوى التطبيق؟ إذن هذا ما سنتطرق إليه الآن. هناك مسألة أخرى قبل أن أنتقل معكم للحديث عن القوانين، أود أن أشير فقط إلى أن المغرب نتيجة لانخراطه بطبيعة الحال يعني الكبير جدا في التعاطي مع القضايا والمشاكل البيئية المطروحة على المستوى الدولي، فقد تمت المصادقة على أزيد من 80 اتفاقية متعلقة بالبيئة. كذلك المغرب كما نعرف استضاف دورتين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واستضاف الدورة السابعة سنة 2001، وكذلك الدورة 22 سنة 2006 أواخر سنة 2016 في شهر نوفمبر. بطبيعة الحال بالإضافة إلى المشاركة المتميزة لعاهل المملكة الملك محمد السادس في قمة الكوكب الواحد في باريس، بطبيعة الحال مع ما تجسد هذه المشاركة بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن من انخراط جدي للمملكة. بطبيعة الحال هذا الحضور بطبيعة الحال لولي العهد كانت فيه رسائل واضحة لكل العالم، وهي أننا منخرطون اليوم وغدا أيضا في من أجلنا نحن اليوم ومن أجل الأجيال القادمة في كل ما يتعلق بالقضايا التي تهم الكوكب، خاصة قضايا التغيرات المناخية. إذن الآن سأنتقل معكم إلى الجانب المتعلق بالقوانين.